الهارت تجينا مع الفاعل، السور تجينا مع البين، مع الار، البين تجينا مع الذس. احنا نريد مثال عليها تدربين. احنا ناس فقراء حبابين. والله استاذ شوي صوتك بعيد ناصي، ليش اليوم مش عجب؟ هسه لا جنان صوت كلش عالي. واه يقول اليوم صوت كلش ناصي. شباب قلوا لنا الصوت واضح عندكم؟ لا زين زين استاذ. لا مو زين، لا واضح، لا ما واضح. واضح جيد. واضح. اذا المشكله اليوم عندك ابو علاوي استاذ واضح بس ناصي، يعني مو كلش عالي. ما ادري بعد جزء التصحيح يا عبد الله بالبارحه. اوكي شباب خلينا نعلي صوتنا. اوكي والله حيره وياكم، علينا صوتنا. قال استاذ عاصم مو صحيح. والله استاذ هسه يلا حتى دخلنا بعقلي هسه نصيح. هذا الاستاذ بس يصيح. لا لا ما نصيح، صيح صيح عن مود باكر الصياح يجي باذننا بالامتحان. ما نصيح استاذ، شو انت هادئ اليوم؟ والله حيرنا وياكم، الله كيفكم حيرنا وياكم. يلا يا عيني مصطفى خلي بالك وياي يعني. استاذ هذا شلون يجينا هذا السؤال؟ ما نعرف. تعال خلينا ناخذ مثال عليه. مثلا عندنا سند وايد كلش وايد، بس خلينا ناخذ فراغ عليها. شوف شباب عندنا ذني اجين فراغين، مو فراغ واحد، سنة 2020 اجى علينا فراغين. شلون؟ اي شكو ذني؟ ايش مين استاذ هذني؟ انا اقول لك، يقول لي يابا اول وحده شو نخلي؟ هارت. ليش يابا خلينا هارت؟ لان عندنا الفاعل والفراغ جاء بعد الفاعل، اذا نخلي هارت. زين والثاني ايش نخلي؟ يوم عرسكم ان شاء الله. اول اوكي هسه من عنده مشكله بهذا الموضوع؟ الطلاب اللي على الانترنت يقدر يفتح مايك يقول لي استاذ يعني اذا تجي من عندنا غدير. غدير استاذ يعني اذا تجي بين وقبلها ايه، قصدي ايه وراها غير خلي بين؟ لا الاي ما راح تجيك، امني هنا تشتغلين فقط على الذين. خوش خلصنا، نجي الموضوع الورا. الموضوع الورا شبابنا اللي هو الباس سمبل، الماضي البسيط. من هو عندنا مشكله بالماضي البسيط؟ اوكي يقول اذا لقينا باست ولقينا لاست ولقينا اجو ولقينا يسترداي، يقول اذا كلهن اذا لقينا ايش راح نسوي؟ راح نروح للفراغ حول ماضي. شلون بويا؟ شلون اجتنا بالوزاري؟ شلون اجتنا بالوزاري؟ ناخذ مثال على الوزاري. اشهر جمله اجتنا هي جمله منى، كررت مرتين. لا هاي الجمله مالت منى اجتنا مرتين بالامتحان. شلون يا ابي قاعد يقول لنا؟ يلا يقول اختار الجيتس لو جوت. احنا عندنا قاعده اذا لقينا باست ولاست واجو ويسترداي نختار الفعل الماضي اللي هو got. زين هم يجينا حالة النفي والاستفهام؟ لا يا قليلي، لا نفي ولا استفهام. منو عنده مشكلة بهاي الفقرة؟ لا لا طب بعدين اسوي كامل افضل اسم. زين نروح المن الى الماضي البسيط والماضي المستمر. وين هم الورود؟ من الله نعيدها بعد انسى، راح نعيدها كلها. اي بويا شكو استاذ هنا عندنا الماضي البسيط والماضي المستمر. ايش بيه استاذ الماضي البسيط والماضي المستمر؟ الوين والاند اذا لقيناهن واجا وراهن فراغ، هذا الفراغ نخليه له لو ايدي لو شواذ. وابشركم شواذ. يا استاذ ماكو امل؟ ابد ماكو امل. زين استاذ واذا جتنا الوايل والاز يجينا وراها واز واي ان جي في حالة الجمع وير و اي ان جي، ووز او وير و اي ان جي. بويا طلاب سادس عيني ايش كبركم ايش قدكم؟ انا من اكتب لك ووز فارزه وير يعني لو هاي لو هاي. العينتين العام اجاني قال استاذ والله حطيت ووز وير اي ان جي، يعني اثنين كاتبين قاعدين. قلت له ليش؟ قال مو انت كاتب. شوف شوف شوف, شوف. انت كاتب لنا بالملزمه. شوف شوف صدق والله. زين استاذ هذا الحكي اذا اجوا وراهم
زين إذا جاني فراغين، ها الفراغ الآخر يكون عكس المطلب أو عكس المطلوب، شلون؟ لا لا دقيقة أوقف أستاذ ما أفتهمك، يعني إذا قال لي هذا هنا أنا وين she play she they work، يعني شنو هي الأداة؟ وين؟ الفراغ اللي يجينا ويا الوين شنو نخلي له؟ يعني هاي البلاي ايدي، هاي البلاي خلينا ايدي، زين هسه عرفنا هذا البلاي ايدي، وهذا شنو؟ هذا بالعكس اذا احنا ايدي اذا ناوزو اي ان جي، بس هنا عندنا جمع راح نخلي وير ووكينج. ابوي زين استاذ عندنا مشكله، ها واذا اجت الاداه بالنص؟ خلي تجي الاداه بالنص، شلون يعني؟ واذا اجت يا ها اذا جاب لك جمله قال لك هي كلين ذا روم وايل يو واتش تي في، تعال يابا خلينا نسولف، شنو هي الاداه؟ وايل، الجمله اللي بيها وايل شو نخلي لها؟ هنا عندنا يو نخلي وير واي ان جي، هنا وير واتشنج، زين استاذ هنا خلينا وير واتشنج، الجملة التي تأتي مع الوايل خلينا لها وير واتشنج، كان شو نخلي؟ عكس المطلوب إذا أنا حطينا وازو أي إن جي إذا خلينا إيدي، بس أنا جبت لكم هسه اثنين تمارين عن الإيدي بالوزارة كلها شواذ. زين صار عندنا سؤال، إذا جاب لنا فراغ واحد، والله الفراغ الواحد سهل. شلون؟ أنت راح تتنوع هسه هاي اللي جابوها. وينها؟ النقطة رقم اثنين. أنا تيهت الأدوات. نسيت ما عرفت يا هي اللي تاخذ الاي ان جي وما يا هي اللي تاخذ الاي دي، اجت نوع لهاي الجمله يابا الجمله كلها بيها اي ان جي، اذا احط اي دي، لقيت اي اذا ما لقيت اي ان جي احط الاي ان جي، فهمت هو مجرد على وضح الفكره شلون يابا؟ لا استاذ اوقف اوقف اوقف، ها وضح وضح، انا اوضح، يقول he was speaking when she came. انا تيهت الادوات، تيهت ما اعرف يا هي اللي تاخذ الاي ان جي يا هي اللي تاخذ الاي دي. ايش لقيت هنا؟ اذا اخلي عكس المطلوب، اذا هنا اي ان جي هنا اخلي اي دي، بس هاي شواذ came. اخذت لو لا. وإذا ما لقينا اي ان جي نخلي اي ان جي. تمام؟ لا هاي جابوها مرة واحدة وبعد ما يجيبوها، وإذا جابوها شيل الأداة خليها بالنص. ها؟ تقول إذا جاب لنا جملتين والأداة حاطها بين قوسين ويقول لي الأداة خليها بالبداية لو بالوسط. خليها بالوسط، دائما خليها بالوسط. زين. خلصنا؟ لا. صفة الاي ان جي والاي دي. من اللي عنده سؤال بهذا الموضوع شباب هنا على الانترنت؟ كلهم ما عندهم سؤال. ها هو شبيه؟ من قالت لك؟ من قالت لك؟ ها؟ مدرسة هي ما السؤال. أول شيء مدرسة ما قالت. خوش. ثاني شيء يعني هاي مال ابتدائيه ما درست مال ابتدائيه. ثالث شيء الواي اذا اجى قبلها حرف صحيح. رابع شيء اذا ما تعرف الحروف الصحيحه والحروف العله هذه حروف العله. نوع للمرايه وتذكرها. I-A-E-U-O. ها صفه الاي ان جي والاي دي، شو هي صفه الاي ان جي والاي دي؟ عيني صفة الاي ان جي والاي دي اذا لقينا فاعل غير عاقل واذا لقينا اي واي ان وذا هذن اذا لقيناهم قبل الفراغ مو بنهاية الجملة قبل الفراغ ايش راح تخلي؟ واذا ما لقيناهم خليه ايدي لا شوف هسه اكدت قلت قبل الفراغ زين استاذ اجا اجا ورا الفراغ ها؟ اذا فاعل عاقل اجا ورا اي ان جي
واحد هذا الخليفة مال محمد. بويا تعال يا عيني سالفون صدق انتم لا تشاقون. لا والله نشاق استاذ شكو انا قلت لكم شكو. يا ابي واحده واحده من ذني الاسئله مالتكم. شي از ان كلها راح نمشيها. جير اي ان جي لو اي دي اي ان جي ليش؟ لان عندنا اي ان قبل الفراغ. استاذ مو الفاعل عاقل. اي حتى لو الفاعل عاقل هيك بالعنان. ها ركزت لو لا؟ لا استاذ ليش؟ ما فيش حكي. يا شلون ما فيش حكي؟ مو جابوها اليوم؟ مو هاي قدامك لو لا؟ اللي هي عاقل لو هسه هاي وقتها شلون اوفرها هاي؟ المهم اللي هي عاقل لو مو عاقل؟ اللي هي عاقل لو لا؟ بس ما اشتغل عليها عندي اي خلاص يكفي ويوفي. ها شلون يدوسون بالبطن؟ أسد ما جاء طب مخ والله طبت مخك ما طبت هاي مشكلة مشكلتك. They are frog in the park. أسد مو عندنا ذا وراء هاي ما نشتغل وراء والله العظيم ما نشتغل وراء. ها عافية إذا هنا إيدي لو ING أنا هنا أنا لقينا they وthey تستعمل العاقل. أسد هم تستعمل غير العاقل إيه بس هنا أنا العاقل. من عنده مشكلة؟ The flight was frog. لقينا فاعل غير عاقل. Book. بس تبقى فاعل غير عاقل رأسنا ينجي. الموجودين على الانترنت من اللي عنده سؤال يفتح مايك. ها جنان. استاذ هاي الثانية نختار لها ايدي. شلون؟ النقطة الثانية نختار لها ايدي. اي نعم. خلصت. استاذة هاي الثالثة يعني هي ما بيها اي بس اعتمدنا على الفاعل الغير عاقل. يوم عرس رجلش. اوكي. نجي هسه ناخذ غير موضوع. هاي بالنسبة لمن؟ ما ادري ليش الادب يحبونهم يحبوهم ويجيبون. هابو شباب عندك شيء؟ اوكي ليش الادب يحبوهم ويجيبوا لهم الفل والفولي دائما؟ سهل هي ثابته بس هاي الفولي شو وقت اخليها؟ اذا لقينا وراها فعل شنو هذا؟ هذا بعدها فعل وقبلها فعل مخسر فعل. عشان نلغيها يلا يا عين نرجع نكمل وياكم ويانا ويانا عافية. ايش عندنا يا ابي؟ عندنا الفول والفولي. هاي الفولي هاي الفولي استاذ ايش وقت نخليها؟ نخليها اذا اجى وراها فعل او اجى قبلها فعل. استاذ شلون اعرفها فعل؟ تعرفها من الترجمه. لا استاذ احنا وين وين الترجمه؟ ما عندنا ترجمه احنا. الترجمه سهله زين. اذا ما عندكم ترجمه اكو بعض الوسائل مساعده تعطيكم دفعه. اللي لاحظناه انه الفعل دائما يجيب له اي ان جي او اي دي او اي ام. بس الغالبية ويا هذا الموضوع إذا تريد تخلي فولي معناها عندك فعل. الغالبية هي ان اي ان جي او اي دي بس هو بالأساس لازم يعتمد على المعنى مالتك. مش حكي بالله جاب لك فعل مجرد شلون؟ زين إذا ما لقيناهن والله إذا ما لقيناهن خلي فول. شنو علاقة الفول بالوردز؟ منو؟ بالوردز ما له علاقة. المهم إذا تريد نشرح تفصيل نشرح تفصيل بس ما راح أكتب لك. مثلا The car was frog driving.
وهنا قال يا با وندرفول لو وندرفولي شو تقولون؟ ها ليش عندنا تصريف ثالث تمام؟ فهنا أنا ما دام لقينا تصريف ثالث فعل خلي فولي زين استاذ مثلا ما لقينا وندرفولي تو جو اكو فعل قبلها وراها شو نخلي؟ فول هنا عندي ايش قال بهذا الموضوع شباب؟ استاذ هاي الجو شنو نخليها؟ يلا حنين سولف هسه هاي الجو تاخذ فولي غير؟ لا احنا قلنا مباشرة اوكي ركز زين حجي احنا ركز زين اوكي هاي بالنسبة للفول والفولي صار الجو مو فعل؟ لا التو مو فعل الجو اي الجو فعل بس احنا نجي مباشرة شوف خلينا افصلها اكثر من هاي الصفحه لازم مباشره منا مو شرط مباشره يلا خلصنا لا ما خلصنا شكو بعد اثبت يلا يا حيدري استاذ بس مو اذا لقينا بي او ما لقينا شيء يعني نهايتها نقطه جمله نحط الفول هم قالت لك استاذ لقيت شارح على الانترنت ومشيت على طريقته تقريبا نص الاسئله الوزاري اجت صحيحه عليه زين والنص الثاني اذا لقينا واز النص الثاني تقولي لي النص صح والنص الثاني اذا لقيت مثلا بعد مثلا لقيت سده ورا الفراغ اللي حاطينه حاطين فعل تحط فولي سمعين اذا لقيت قبل الفراغ فعل او بعد الفراغ فعل خليه فولي ما لقيت خليه فول يلا شباب ركزوا وياي بعد ايش عندنا؟ عندنا الافعال المركبه الافعال المركبه شباب اول شيء محتاجين واحد يحكي عليكم تدرون انتم الاثنين ضوجتونا حيل كلش يعني اكثر من اللازم زينب ناجح صوتك زينب الو عندنا موضوع منطوق السؤال اسمه اوردر زين شنو هذا الاوردر تعال خلينا نحكي عليكم شلون استاذ يابا شي از العفو شي انتونت ات اجاني واحد هو وقت كان هم ادبي مثلكم اجاني قال استاذ انا اختاريت التون شو تقول صح ولا غلط؟ هذا اول لازم جمله معتبره ها شحاتي شحاتي والله من يقول لي سادة انا اختاريت انا شحاتي سكتت اللي كانت تطرد حلقة مو حلوة فسكتت يابا مو قاعد يقول لك اوردر رتب والسؤال الاول فرح اي ما بي اختيارات كله اسئلة الاختيار وانتم سادس اعدادي مساعدينكم ما جايبين لكم الاختيارات ثلاثة لا شوف الاختيارات كلها اثنين يعني هاي كلها ما شفتها ها لا والله لا والله استاذ المهم خلينا نسولف شلون نشتغل انا اقول لك شلون تشتغل تلزم حرف الجر تخليه بالاخير مجاز حرف الجر وبالوسط راح تخلي الضمير زين شو تخلي بالبدايه خلي فعل زين واحده واحده حروف الجر استاذ ما نعرفين احنا صغار الان والان والاب والاوي والداون هذني حروف الجر اللي يجينا وين؟ بالاخير الات مو ما موجود عندك، عندك الات والذم، هذني دائما وين مكان البويا؟ الوسط جابوه للاحيائي ما جابوه للاحيائي يعني جايتكم باكر مليون بالمية يابا يعني انشحلها الشيء ما له علاقه بيها انا الزم حرف الجر نخليه بالاخير زين شو تخلي بالبدايه تخلي ضمير من هو الضمير اللي هو الات شكو بعد عندنا التون خوش وين نروح اذا سهله نروح الى الاضافه الاوليه ما راح نسولفنا بيها واجت استاذ علاء هاي ابويا استاذ بس ارجع خلنا سكرونيون عيني لا سكرونيون ولا هاي انا راح اسوي لكم اياها على شكل الملف
ها حمود يا عيني. نعم استاذ شكرا. هذا الاوردر اللي جايبينه اليوم العلمي. لا جايبينه من الفصل السادس مو هذا. انا الناس الله ان شاء الله اقول لك. يلا شباب قاعد نضيع وقت. شنو هاي عندنا؟ عندنا موضوع اخر. شنو هو الاضافه الاوليه؟ بويا الاضافه الاوليه ايش عندك؟ الاضافه الاوليه عندك اثنين شواذ. من هن؟ هن الدس واليو ام. هذا من الشواذ اللي يريك تحفظ. سالتك كانت لنا ثلاثه. نعم لخصناهم سويناها اثنين. شنو هاي الدس؟ الدس تجينا مع الاوبي والانكرج اللي جابوها اليوم. احتمال يجيبوها باكر. لايك ابير تراست وكونكت. لا ما يقدرون لازم يردوا لي على اساس. شوف هسه ترى شطار. دقيقه بس انا ارتب لها مكان. اي وبليز لازم بليز بليز. هذني اللي ياخذن الدس. اوكي زين. واللي ياخذن اليو ان. اللي ياخذن اليو ان هي البليزنت بابيولا. هو عندنا كلمة اللي هي كونشس ناس ما راح تجيكم. طيب هذني شنو استاذ؟ هذني الشواذ. حفظت هيل؟ نعم متأكد. اي ورا ما تحفظ ذني الشواذ ايش راح تسوي؟ تروح وين اروح؟ تخلي اي ان اذا عندك سي دي اي وتخلي اي ام اذا عندك ام و بي وتخلي اي ال اذا عندك ال وتخلي اي ار. لا هيك صار في خربطه. اي بوي. وتخلي اي ار اذا عندك شنو؟ اذا عندك ار. وتخلي يو ان خلينا ندمجها ويا هاي. اذا عندك يو اذا عندك حرف اليو اتش. لا اول مره هو في على مود اتش يو اف اي. ها شباب بداية الكلمة بذن الأحرف. ها دقيقة دقيقة دقيقة. شنو سؤالك؟ نفس الشيء صبيها تشبيها. ايه شنو سؤالك وين؟ اي هاي اي ان سي دي. ما بس ها؟ ايه اختصرنا الاي ان ذنبي. شلون؟ لا كلها راح اسوي لكم اياها ملف. هذا خربطتي الوضعي عليك ولا لا؟ عيني هذن الاثنين شواذ. نعتمد عليه باكر بس ذنبي نقراه نعتمد عليه هنا عشان نسوي لنا ملف. عافيه. شنو بس ذنبي؟ احنا ذن الكتاب كله سوى لخبطت يعني. اوكي من عنده مشكله؟ استاذ والتوصيلات وهذا هم نعتمد عليه راح ترشح لنا باكر؟ ايش بيها؟ لا ما فيها. سلمنا على المدرسه مالتي كلها يابا ما فيها. اي استاذ وذنيك القاطعات وهم راح ترشحنا لباكر؟ شلون؟ هم راح ترشحنا لباكر اسقاطات وتوصيلات؟ بعدين مو قلنا بعدين لا ظلوا انت هاي قيت لي هاي حوراء ايش بيك؟ اهدي شويه اهدي. لا نعم يلا أعرف كلكم مرتبكين كلكم ضايجين بس ما بيديكم شي تسوي ترى. يلا يان شو اسمها مدرستك؟ ها؟ يعني مو اسم واحد. عيني ماني ماتش ها؟ ايه many much a few a little خير ساش بيهن. هاي الماني تجي مع الجمع استاذ. واحنا تدري احنا صغار
ما نعرف شنو الجمع. والله اكو بنهايته اس جمع، ما بنهايته اس مفرد. زين استاذ بس عندنا مشكله، شنو هذين الاثنين نفس الحاله هم تجينا مع الجمع والمفرد؟ لا، واحنا عندنا دليل. شنو الدليل مالتنا؟ الدليل هي كلمه هاو وكلمه ناب. اذا لقيناها نخلي مني، ما نخلي افيو، واذا لقيناها مع المفرد نخلي ماتش، ما نخلي لتر. شلون؟ تعال وضح لنا. زين ماكو جمع شباب؟ نعم هي كلمه بيبل كلكم تعرفوها. شلون استاذ؟ يعني اذا قال لك يا با هاو فراغ ووتر دو يو وانت، مفرد بها هاو. نعم ماتش. طيب شي ريدز فراغ بوكس فور ذا اكزام. لقينا جمع وما لقينا ذني كلمتين، اذا نخلي افيو. منو عنده سؤال؟ عافية بالابطال يا بتعال، خلينا هسه نحكي عليكم اليوم. واحد من الطلاب ضوج من الصباح يعني. كلش ضوج. انا اقول لك شو، تعال اولا سمول سويها مقارنه صارت سمولر. اكو اشكال؟ اكو مشكله بيها؟ ثانيا اذا انتهت الكلمه بحرف الواي تقلب الى اي ونضيف، اذا انتهت الكلمه بحرف الاي نضيف، اذا انتهت الكلمه اذا كانت الكلمه او اذا انتهت الكلمه بحرف صحيح وقبلها حرف عله واحد، إذا كانت الكلمة بيها ست حروف أو أكثر، مثلا كلمة expensive شو تصير؟ شو سوى العينتين؟ هذا اليوم راح امتحنته، حط لي إياه واحد قاعد امتحنه على الإنترنت وسويت. قال والله أنت قايل لنا، والله شوف سالفة طلع المنزل وشوف سالفة، قايل لنا إذا انتهت الكلمة بالإي ضيف إي آر. وكبوية انت تفتهم، قاعد اقول لك اذا كانت الكلمه بيها ست حروف، هاي مو ست حروف، ها تصير مور اكسبنسيف. زين كلمه جود من الشباب شو تصير؟ هاي الكلمه الوحيده الموجوده عندكم بالكتاب، بس احنا شو نسوي من باب الاحتياط؟ ناخذ باد تصير وورس، وفار تصير فار ذر. منو عنده مشكلة بالإضافة؟ سأل وين تجينا بالسؤال الثالث فرع سي بالإضافات؟ والله شمالي شاي أي أربعة سيف حطينا لها إي آر دينجرس مار دينجرس. لحد يقول السؤال هاي فوقها شنو؟ منو راضي يسأل؟ يعني كل ما اريد اشرح الموضوع اجي لسان، هاي فوقها شنو؟ هاي جوا شنو؟ لا تحشون. من عنده مشكله شباب؟ اوكي ايش عندنا بعد؟ عندنا اليوز تو. هاي من الثوابت. ايش بيها ثوابت استاذ؟ انا قلت راح تجينا جملتين جملتين. الجملة الأولى إيش بيها ساد؟ الجملة الأولى أريدك وأنت مغمض تروح تخلي يوز تو بحالة النفي ديدين يوز بدون دي تو. زين ساد والجملة الثانية؟ الجملة الثانية نجي للجملة لقينا ناو خلي اس بدون ناو نخليها ماضي. ها قولي من السئلت؟ من الصاعد استاذ؟ نونا علي. ها نونا تورع الشكل. نونا علي ها لا تضعيف استاذ كيف؟ اوكي استاذ شلون يعني تدرحنا فقره؟
والطلاب اللي قلت لهم حفظوا الشواذ، قال نحفظ الشواذ مال هذا الموضوع، جابوا لهم خارج اليوم. شلون؟ هنا أنا بالجملة الأولى راح نخلي use the smoke. هنا أكو ناو القف شنو ماضيها؟ جيف G-A-V-E إن شاء الله راح نحفظها إن شاء الله. باعة بالليل أكو طالبة تقول لي ساعة إن شاء الله أحفظها. تابع أنت هالساعة بالوحدة هالساعة والصبح بالسبعة يبدأ الحفظية بعد. زين أكو إيش قال بهذا الموضوع؟ طيب هاي انتهينا من عندكم تمام؟ طلعون الملازم مالتكم، خلينا نرشح لكم الإسقاطات. ها؟ انسى استاذ بس عافية اسقاطات خمس استاذ هاي جيب لنا اياها باستعمال يقول لنا اليوتيوب فيها منطوق طلاب لا حد لا تحشون رجاء انا لحد ما نقول لكم سوف مخضرم معاشر اربع جيال يلا يا عيني لا يا شنو اذا راح الجامعة غير كل حكمة قلها هي يلا يا عيني صفحة 2 اعضاء الجسم سلوم مو لا مو سلوم هو قاعد بصف سلوم اما اربع جيال هذا شو عنده شخصي غلط عليك لا لا اي سلوم قاعد بالبداية شباب اريد انكم تركزون على العلاجات والمفاصل فقط هذا استاذ ها استاذ والازاز مش راحته والذال مو مهم ها يقين ايش عندك استاذ ماكو صوره عندي طلاب عندكم صوره لا لا ما لي موجوده استعمل الحل المصري استعمل الحل المصري طف الراوتر وشغليه استاذ دخرج وارجع قبل لا ترشح دقيقة يلا طيب راح اطلع وطلع طيب طلع بعد ما استاذ تحكي علينا ايش بالولد قد يحكون صفحة 3 النقطة الخامسة استاذ شلونك استاذ يا هلا بلوهي استاذ صفحة 2 ايما نقطة رشحت العلاجات والمفاصل استاذ المرضى هل تريد ان بي دي اف استاذ عارف قاطعت ماشي اليوم شباب لا تسالفون مني وكم يعين لا تسالفون مني وكم يا ابويا انا هسه بس اخلص بقول لكم اللي عنده سؤال يفتح مايك وانا اشوفكم واحد واحد استاذ صفحة 3 لا لا تحكي من مكانك استاذ سوي كتب انت اول وحده راح اطلع احضرك اقول لا تحكي من استاذ سوي كتب سكتي صفحة 20 اول 3 املاء اللي ما عنده الملزمه يلقاها بالكراسه صفحة 24 ونفس الصفحة 24 بالكراسة أريدكم تركزون على النقطة الأولى وثلاثة أولى وثلاثة بالملزمة صفحة 21 وبالنشاط صفحة 24 واحد وثلاثة هذا اللي أرشح لكم إياه بالفصل الأول نجهز الطلاب الموجودين على الإنترنت اللي عنده سؤال يفتح مايك ها أحمد هذا إنه موجودات في المرشحات مو؟ ضفنا عليها جديدات. استاذ بس صفحة ثلاثة. يقين لا تحكي من المكان. ها أحمد عندك شيء بعد؟ سؤال في يقين. استاذ بس صفحة ثلاثة أي نقطة رشحت؟ العلاجات العلاجات والمفاصل بس. لا استاذ اذا تحكي على الاسقاطات سمع ليش تحكي من مكانك سمع
يقين قصدك على الاسقاط على الاسقاطات؟ استاذ هاي رشحت مال بروكن مكسور لا استطيع اللعب يعني. رشحنا الخامسه نعم. اوكي الفصل الثاني سدوا المايكات شباب. عبير عندك شيء؟ نعم استاذ رجع لي صفحه 20 خل اخذ لها صوره. لا بعدين هم بالفيديو من نشر الفيديو انت شوفيه. اوكي شباب نروح للفصل الثاني ركزوا يعني. بالفصل الثاني بيها مجال راح يسوي لكم مساعده. مساعده شنو؟ هم بالاحياء جابوا توصيل جمل. انتم راح يجيبوا لكم توصيل كلمات. توصيل الكلمات منين نجيبهن استاذ؟ ركزوا يعني. هاي قدامك صفحه 25 اخذوا لها سكرين شباب اذا ما تلحقون. هاي مجموعه كلهن استاذ؟ كلهن؟ هنا ما بيهن شيء كلمات يعني. نحن ترى رشحنا عدل كذا. ما هنا كلمات ما بيهن شيء. عيني نقدر نقول طبعة القدم وبصمة طبعة القدم والبصمة. والرادار لا تطلع. ما حبيبي. هو نفسه. يعني انا اقول لك قلبي حبي بعد عيني بعد شلاوي يعني عندك هاي سكيورتي يخليها قائمه وكاميرا يخليها قائمه ويقول لك يلا زاويتها اربطها اوكي الرادار والطبعة اوكي يلا سد المايك حبابه سد المايك واجبه بعدين نسولف لكم على ذني نروح وين هسه شباب الورود الفصل الثاني ها موضوع الضروره هذا راح يجيب لكم اياه اختيارات يعني لا تدور على منطوق سؤال ولا هم يحزنون ايش بيها استاذ هنا انا يا حبايبنا الاعزاء راح تركزون على داخل المنهج فقط يعني ما يجيب لنا خارج المنهج لا يخافون من عندكم ما راح يجيب لكم خارج المنهج فهنا راح تتعاملون وياهن نفي مثبت العفو خلينا نبلش بالمثبت بالبدايه مثبت نفي مصنت اللي جابوها للسادس اعدادي الاحياء اليوم المثبت شلون اعرفها مثبت اذا لقيت بيها سلو داون وبريفنت كرايم وسيت بيلت شلون اعرفها نفي بيها بترول تذكر العراق ما بيه بترول ولقينا عندنا ال شو اسمه البيك اب هذن اذا لقيتهن راح تخليهن في حاله النفي، لقيت سلو كرايم سيت راح تخليهن في حاله المثبت، اما اذا لقيت بك ليتا وسموك ايش راح تخلي؟ مصن ها؟ اي مو قلنا ايش بك اوكي ساد شلون يجينا السؤال؟ يجيكم بهاي الطريقه، يجيكم على شكل اختيارات، حلوهن بهاي الطريقه وتنتهي من الموضوع تردون امثله اي والله استاذ اريد امثله تعال اختاروا لنا سنه 2019 شوف شباب ركزوا يا عين 2019 التمهيدي ما جابوها محلينا هسه وين شال بالك يا عين ها 2019 هاي ايش لقيت هنا أنا؟ هاي 2019 ايش لقيت هنا؟ ليتا والليتا ايش تاخذ؟ مصر وصلت الفكره؟ لا ما وصلت نريد نروح للمثبت والنفي تدري فينا احنا استاذ نقناقيين حيل ايش لقيت؟ مصر سموك مصر هنا ايش لقيت؟ سلو سلو ايش تاخذ؟ يعني راح اخلي هاف تو من عندي سؤال موجود على الانترنت عندنا احمد ها احمد سولف احمد شنو سؤالك؟ سعد ليش فاتح المايك بالسالفه؟ سؤالي؟ لا استاذ فاتح المايك ما ساعدني ما يقين شنو سؤالك؟ استاذ يصير اذا شفنا سلو داون نخلي نيتو خليني المثبت شنو نوعية يعني يصير استاذ
مهما يكن نوع المثبت خليه المثبت. يلا يا عين، هذا منو هذا؟ هذا موضوع الضرورة. احنا نسكت واحد كذاب، ايش بيك؟ طيب عندنا موضوع جابه ما جابه اليوم، يعني جايكم مليار 300 مليار بالمية شلون؟ يوتيوب راح نشوفه. استاذ نزل بالملف حتى النصائح. شلون؟ نزل بالملف حتى النصائح. يا نصائح. بعد ما استاذ مال هاي ليش الطفرين؟ ليش الطفرين قدامنا؟ يعني ليش الطفرين قدامنا؟ عيني عندنا الريكوست. وايش بي هاي الريكوست؟ الريكوست راح نخلي كان يو اذا عندي مي، ونخلي مي اي اذا عندي يو او يور. خوش تمام؟ خلص لا مو تمام. ليش؟ عندنا السجستشن، خلي لست وتدي السالفة، وعندنا الافا راح نخلي شلاي. استاذ نعم استاذ عافية، اقول لهم لا يحشون وياك، قاعد يشتتون افكارنا، متى يركز؟ والله الطلاب قاعد يشكون من عندكم، يقول استاذ لا يقرون وياكم، فشوية سيطر على انفسكم. وين اخلي شوي انتم؟ شلون؟ لا طلع المشكلة من عندها هاي واحدة. شلون؟ لا محاضرات هي محاضرات. اوكي استاذ المي القاها بالكلمه الرئيسيه يعني بالجمله الرئيسيه اللي هو يعطيني اياها. سد المايك مع البيك. والله سد المايك سمع تعاليها وياكم. انا هسه كل ساعه اعطيكم كتب عام واقول خطيه. اوكي نجي المن، نجي الى حتى نسينا ادفايس يا بي. لا 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 تحكون سلوم شبيك. ادفايس نخلي يوشو تمام. افارك وصدق خلصنا؟ لا ما خلصنا. ليش؟ ذن كلهن يجي وراهن فعل مجرد. ذن كلهن يجي وراهن فعل مجرد. بمن استفاد من عنده هذا الفعل المجرد؟ هسه يجي لك من استفاد من عنده. زين سال شلون يجينا السؤال؟ السؤال يجيك اسهل من عنده ما. شلون يعني اسهل من عنده ما؟ وياي عين يقول لي هذا اولا go to the cinema، وقال انه يا اقلا يبي يسوي لي suggestion. او جاسم شوية صادق راح نخلي let's ونزل الجملة go to the cinema. تمام. من عنده مشكلة بهاي الفقرة؟ انت بس تخلي الاداء تريد تخليه ما تخليه ما راح نحاسبك عليه. سامع شو سؤالك استاذ؟ الريكويست المي القاها بالجمله الرئيسيه اللي هو يعطيني اياها. عافيه. زين استاذ واذا اجت مي واليار اثنين انسوا شوفين يا اللي اجت في البدايه وتخليها. بعد عندي سؤال تمام؟ لا استاذ ما طلع. زين عندنا مشكله انتم الادبي ما دام ما جابوها بالاحيائي خافي جيبوها بالادبي. شنو استاذ هاي المشكله؟ المشكله بالنصيحه. شو اسمها النصيحه؟ شو تستعمل لها؟ عندنا ثلاث جمل نستعمل بيهن يو شدنت. ها؟ ما مرشح ولا خليهن بمرشحات. خايف عليكم لا يشوفون دور تسعه يجيبون. وين البويا ذني؟ صفحه 30 جماعه ما راح تلقوها بالنشاط. استاذ احنا شلون نعرف هين؟ بعض الاذكياء شو يسوون؟ يقول استاذ انا ما دام لقيت كيف اخلي يو شدنت، بويا مو كيف. اذا لقيت الهوك لوابوت سترينجر هذني، اذا لقيتهن تخلي يو شدنت. سمعتوا؟ لا ذني يعطيك ادفايس مو هيك ذني؟ ها؟ اوف اوف
في سيد وما في سيد. 30 هاك حبي. ها قدامك هاك فلاوا باس ترينجر. إذا قال لك اعطيني نصيحة ولقيت بين ذن الثلاثة شو تخلي؟ عافية بالسباع، عافية بالأبطال. زين خلصنا لا. طالما جابوا الصعبة للسادس إعدادي أنتم راح يجيبوا لكم السهلات. واحد اثنين العفو واحد اثنين أربعة تسعة عشر. ركزوا على ذنب. أنت راح تقراهن كلهن وتركز على ذنب. واحد اثنين أربعة تسعة عشرة. هاي قواعد أكيد مرشحين. أوكي خلصنا لا. نجي للتوقع. هذه هذه يقول سهل. سهل. هاي مطورين مطورين. الله يزيد ويبارك. الشباب الموجودين على الانترنت من اللي عنده سؤال يفتح مايك. ايش قد حلوين ومرتبين لما وقت الحاجة سيلو. استاذ خوفك من يقول عزة. ها؟ استاذ خوفك من واحد يقول سهلة. بعد اوكي شباب